بمهارة تريزيجيه وصلاح استطاع منتخبنا الوطني أن يتصدر مجموعته المجموعة الأولى في دوري أبطال أو بطولة الأمم الإفريقية ويفوز بهدفين مقابل لا شيء. أحمد المحمدي هدف المباراة الأول، ثم محمد صلاح هدف المباراة الثاني بصناعة جميلة جدا جدا من محمود حسن تريزيجيه. من وجهة النظر للجميع الحقيقة أنه هو أفضل لاعب في هذه المباراة. تغييرات كالعادة برضو هنتكلم عنها، وأداء منتخبنا الوطني هنتكلم عنه، ولكن خلينا برضو نبقى مبسوطين شوية بأن احنا متصدرين هذه المجموعة، وثلاث نقاط استطاع أن يتصدر بهم منتخبنا الوطني مجموعته. وإن شاء الله إن شاء الله بقى نتكلم عن دور الـ16. خلوني أرحب